انا احباب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه. جيت ان شاء الله لاول مره تشاهد القناه هذه، ما يبقاش لنا بواحد الاشتراك وبواحد الله يفضل الله امره بطبيعه الحال، ونبداو هذا الفيديو ديالنا على بركه الله. العديد ديال الاخوان كما تعرفوا تيسولوني على ديك لاجنسيه ديال بي ال اس كونتاكت اللي هي اللي مكلفه بالتاثيرات بالفيزات، الناس اللي واخدين يعني جاتهم مولا اوستا كذلك تا مباني يدفعوا وبغي ياخذوا الرونديفو. المهم اللي كاين هو انكم خصكم تدخلوا لهذا الموقع، لا قدرتوا تدخلوا لهذا الموقع هذا وتسجلوا فيه، بطبيعه الحال راه ممكن انكم يعني تقوموا بجميع هذه المسائل هذه وتعرفوا كذلك التاشيره ديالكم عند غادي تخرج. المهم ممكن انكم تتصلوا بهم للاستفسار لمعرفه جميع الاشياء كذلك قبل كاع مثلا ما تدفعوا يعني طلب التاشيره ديالكم، لان هذه الاجنسيه اللي هي كاينه واحده في كازا وكاينه واحده في الرباط، المهم هما اللي مكلفين يعني بايصال ديال الوثائق ديالكم للقنصليه الايطاليه باش يعني تاخذوا التاشيره ديالكم. ما غاديش نطول عليكم وغادي ندخلوا الموقع ديال تي ال اس كونتاكت كما غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا. المهم كما تشوفوا معايا اخوتي الموقع اللي راه تدخلوا ليه هنايا تقدركم بالفرنسيه وكذلك حتى بالايطاليه، يعني راه كما تشوفوا معايا هنايا يعني كنت بالإيطالية. ممكن أنكم كذلك يعني من البيسي ديالكم ممكن أنكم يعني دير كما تشوفوا معايا هنايا نديرو كاع بالعربية كذلك، يعني باش تكون المسائل سهلة العديد ديال العباد الله باش يشوفوا الأمور كيفاش دايرة. الموقع كما قلت لكم هو هذا ديال تي إل إس كونتاكت، يعني اللي خاص بالدفع ديال التأشيرة، طلب ديال التأشيرة، يعني التجمع العائلي، بجميع ما يتعلق بطلب التأشيرة والفيزات، راه هذا هو الموقع اللي كاين. دابا نخلي لكم الموقع، الانسان ممكن انه يدخل ليه، ضروري اول حاجه انك دير تسجيل ديال الدخول ديالك، ما غاديش تسجل فيه انا. المهم غير باش نوريكم يعني على الاقل يعني الامور كيفاش دايره. كما تشوفوا معايا العنوان البريدي هنايا، تعاودوا تاكدوا العنوان عاوتاني هنايا وتدخلوا واحد الكلمه ديال المرور وتعاودوا تاكدوا هذه الكلمه ديال المرور هنايا وتدير خلق او تدير بالايطاليه او الفرنسيه كري مثلا يعني كري مون كونت، كري مون كونت بالايطالية تخرج ليكم كيما تشوفوا كرياري كونتو يعني ديالكم. المهم المسألة راها سهلة باش انكم تدخلوا وتسجلوا يعني في الموقع، تسجيل دخول هاي هنايا ولا تديروا ريجيستري مثلا او بالايطالية مثلا كيما تشوفوا معايا هنايا كيما شفنا بالفرنسية صور ريجيستري او بالايطالية هنايا في هاد البلاصة هادي كيما تشوفو معايا ريجيستراسي او بالعربية كيما تشوفو معايا كذلك هنايا، يعني باش الامور تكون باش تعرفو المسائل كيفاش دايرة هادشي. علاش تنحاول نوضح هاد المسائل هادي، قم بانشاء حسابك الخاص صافي، ملي تتاكد يعني تدير العنوان ديالك البريدي وتتاكدوا هنا وتدخل واحد الكلمه ديال المرور خصها نتايا وتتاكد هذه الكلمه ديال المرور هنا تدير خلق يعني لهذا الكونت ديالك تديرو صافي تولى عندك الكونت ديالك. بطبيعه الحال تدخل من تيجيك واحد الايميل، بطبيعه الحال غادي توصل بواحد الايميل بواحد البريد الكتروني من عند الاجنسيه ديال تي ال اس كونتاكت، راه يجيك بداك العنوان البريدي اللي تسجلتي به دابا مثلا. انا ما غاديش نسجل فيه لذلك فقط تنوريكم يعني الامور كيفاش دايره هنايا، تدير العنوان البريدي ديالك هنايا وتدير ديك كلمه المرور اللي خلقتها انت في الاول وصافي تتبنى وتدير الوصول يعني تدخل الموقع اللي فيه يعني جميع ما تحتاجونه من معلومات وتدخلوا الموقع يعني اللي فيه جميع ما تحتاجونه من معلومات. وممكن انك تصل مثلا في الموقع هذا تقدر تدخل مثلا غير من هنايا تقدر تتصل بهم مثلا بحال العنوان في كينا والشارع عبد المؤمن مبنى الشارع وليلي الدار البيضاء نشوفوا هنايا، ممكن انك كذلك تتصل بهم. كاينين خدمات بطبيعه الحال بالفلوس كما تشوفوا معايا هنايا الساعه 49 درهم، تأشيرة خاصة بالتحقق من طلب التأشيرة، موظف ذو الخبرة بالتحقق من طلب التأشيرة الخاص بك والتحقق من جميع النماذج المطلوبة من قبل السفارة الإيطالية في المغرب. ممكن أنا ولمعرفة المزيد المهم 49 درهم يعني نقول 50 درهم كما تشوفوا معايا سيرفيسي أفالوري أدجونتو كما تشوفوا معايا هنايا. المهم هنا كاينين خدمات بالفلوس ماشي فابور يعني مش كنا عارفينها، وكاين خدمات بطبيعة الحال بلا فلوس بلا والو. ممكن انكم الموقع غادي نحليه لكم كما قلت لكم
يعني باش تدخلوا ليه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا خويا بغينا نعرفوا بغينا ناخذوا الخطه ميتو. المهم هذا الموقع فيه جميع ما تريدون معرفته، فيها معلومات عن تاشيره وثائق وانواع التاشيرات، مثلا اجراءات تقديم الجهره، الروابط التوزيعات، مصاريف الطلب، كل شيء هنايا مكتوب. هو عندكم كل شيء هنايا مكتوب، يعني ما تلقاو حتى شيء مشاكل يعني في هذا الموقع هذا. إنسان عليه إلا يدخل يعني لهذا الموقع هذا وتسجل فيه، وغادي يعني يلقى جميع المعلومات. حتى لما تعرفش انت تدخل، شوف شي واحد من العائله مثلا او شي صديق يدخل مثلا وتسجل يتسجل في هذا الموقع هذا، ما كاين حتى شي مشكل. كما قلت لكم ما كاينه في كازا وكاينه في الرباط، والعنوان هو هذا بطبيعه الحال. حتى التليفون ممكن انك تكونتاكتيهم في التليفون. الانسان يحاول يقدر ما يجاوبوش المرة الأولى، المهم يحاول يكرر الإنسان يعني الإتصال بهم. الرقم راه هو هذاك اللي تشوفوا معايا 0 35 92 92 50. إتصل بهم، أو ممكن كذلك يدير الإنسان يدخل البريد الإلكتروني اللي تسجل به كما اللي شفنا. تأكد البريد معايا، الرقم المرجع ديال الطالب اللي دفعتو ضروري تسكر واحد الرقم ديال المرجع ديال داك الضمان اللي درتو. السبب ديال الاتصال يعني شنو تجديد حجز المواعيد، باش تاخذ ابونتامينتو، الغاء وتعديل مواعيد، بغيت تغير شي حاجه، اسئله بخصوص اجراءات طلب تاشيره، اسئله بخصوص انواع التاشيرات يعني اللي كاينين، الانشطه الناتجه من طلب تاشيره، المستندات والنماذج، يعني كل ما الابلاغ عن اي خروقات البيانات الشخصيه، طلب الوصول الى بيانات، اسئله اخرى، اي حاجه مهم كما شفتوا معايا ممكن انكم تدخلوا لهذا الموقع هذا. وغادي يعني ما تلقاو حتى شي مشكل. تديروا واحد الكلمه مثلا، تديروا الرساله هنا وتكتبوا شي رساله يعني السبب ديال الاتصال ب تي ال اس كونتاكت. تقدر دير واحد جوج كلمات مثلا السلام عليكم، اريد ان اغير مثلا التاريخ، مثلا تقدر تكتب اريد ان اغير التاريخ ديال الموعد مثلا، او اي حاجه، او الغاء يعني كما شفتوا معايا راه ممكن ديروا اي حاجه، مثلا حجز المواعيد، اريد ان احجز موعد مثلا لاجل دفع الطلب، من اجل دفع الطلب الحصول على التاشيره مثلا من اجل العمل الموسمي. وتديروا هنايا هذه البلاصه هذه، تكتبوا فيها هذه الكلمه ديال التحقق اللي تشوفوها هذه، تحطوها هنايا، المهم تحاولوا تكتبوها كلمه كما هي محطوطه هنا، خصكم تحطوها ماجيسكيل مينيسكيل، تحط هنايا ويكتب يحقق. طبعا الحال غادي توصلوا يعني بالجواب من عند الاجنسية ديال تي ال اس كونتاكت. يعني المسألة اخوتي راها ما صعيبة ما تش حاجة، ممكن اي واحد ممكن انه يدخل وتوصل يعني بجميع المعلومات اللي غادي يحتاجها فيما يتعلق بطلب التأشيرة. وغادي ندوزو نشوفو كذلك الموقع ديال الإيمس، هو كذلك وممكن أنكم يعني تدخلو لرؤوسكم، ممكن أنكم كذلك تشوفوا جميع ما يتعلق يعني بالبونصات، واش من حقكم تاخدوها أو واش من حقكم تاخدوها. يعني مسألة راه سهلة بطبيعة الحال كيما غادي تشوفو معايا في هذا الفيديو هذا. الموقع ديال الإيمس كيما تشوفو معايا، تندخلو ليه الإيمس هو هذا، يعني ممكن انكم تدخلوا ليه بحال بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال كما تنقولوا دائما ضروري انه يكون عندك يعني سبيد راه معروف، كلشي تعرفوا دابا سبيد، وكنا تكلمنا عليه يعني منذ البدايات ديال بقي يعني ما تهضر عليه حتى شي واحد. كنا سباقين اننا تنتكلموا لعباد الله، نقول لهم ديروا سبيد، ديروا سبيد راه تحتاجوه، لانه غيولي ضروري. المساله ديال سبيد كما تعرفوا راه مساله ضروريه، ماشي غير الايمس الاجنسيه ديال الانتراتي، يعني جميع ما يتعلق بالمسائل اللي تتهمكم فيهم. بحال مثلا كما تشوفوا معايا ليدينتيتي ديال دوتشيت اير دوماندا، من هنا ممكن ان يدفع الانسان. بطبيعه الحال كما شفتوا معايا باش ندخل ضروري خصني ندير ندخل بسبيد ديالي، واحسن مساله يعني تدخلوا بالهاتف ديالكم بطبيعه الحال. تندخلوا بهذا الشكل هذا مثلا، وتندخلوا تنديروا تندخلوا البوست ديالنا عبر الهاتف ديالنا. هذا الشيء راه درت عليه فيديو شحال هذه بالتليفون ديالنا، يا اما دير انسيريريا من عندك الايميل ديالك وعندك باسورد، دير الباسورد والايميل وتدخل ديريكتومون انترا كون سبيد. ما عندكش وبغيتي تربيت غير يعني باش تدخل، ممكن عن طريق هذا الكود هذا اللي تشوفوا معايا. طبعا الحال باش تدخل عن طريق الكود سهل القضيه، فقط يعني تدخل التليفون ديالك وغادي تدخل لابليكاسيون ديال بوستي
اد سبيد اللي كتمشي تسجل بها حتى هي عندك صافي. وكاينه واحد اوتوريزي انك تدخل عن طريق الكود فقط، وتشد التليفون ديالك وتتقادو مع الكود هذا. كما غادي تشوفوا معايا دابا هنا النت راه سير دابا تندير هذه المحاوله هذه، فقط كمشوا معايا هنايا. يعني مسألة سهلة بلا ما ندير كاع النومي او تينتي بلا ما ندير ما والو، صافي تندخل. يعني المسألة راه سهلة، وتندير اكونسينتو يعني الدخول عن طريق سبيد على سبيل المثال، يعني باش نوضح لكم الامور، يعني باش تكون يعني عندكم فكرة على المسائل هذه، لانها سهلة الانسان يقدر يدير هاد المسائل ديالو يعني من غير انه يتصل يعني بالباترونات. ممكن انه كذلك حتى هو من المنزل ديالك تقدر دير هاد المسألة كيما تشوفوا معايا. بريستاسيون ايدينتيتاتور طون دو تشينتو ايرو، ايدينتيتاتور طون دو بير لابوراتوري دو ميسيتشي، ايدينتيتاتور على كتي لابوراتوري بير رابورتي كولابوراسيوني. المهم تدخل هنايا ديسكريبسيون كيما تشوفوا معايا، سينيا نوتيفيكال كومي تو تيليتو مي اوتي دوماندي دوماندات، يعني تقدر تشوف الدوماندات ديالك اللي كنتي دير مثلا، دوماندات الاخرين اللي كنتي درتي، اي دوماند درتها يعني تقدر تشوفها من هنايا. تقدر فيدي تو تي دوماند تو تحل، ما عنديش ما عنديش لي سون ريزولتاتو تروفاتو، ما عندي حتى شي دوماند دايره انا كيما تشوفوها معايا، لانه هذا سبيد خاص بيا. كاين البريزونطاسيون ديال البونوس هذا كيما تشوفوه، لابوراتوري انكاريكاتي على فينديتي دوميتشيليو، مهم لابوراتوري دوميستيشي دار كلشي. مهم ممكن انهم يديرو ليدينتيتا تاع لابوراتوري ستاجيونال على تيمبو ديتيرميناتو تما من حقهم انا يطلبوها. ايدينتيتا تاع لابوراتوري سكريتي فوندو بنسيوني لابوراتوري ديال سبيتاكولو كذلك. ايدينتيتا تاع لابوراتوري اوتونومي هي هنا ديرها، لو غادي دير مثلا نشوفو هادي مثلا تدخل الموقع الريكويزيتي بير اتشي ديال البريستاسيوني، هما كاتبين لك اش خاصك، شنو هما الطلبات ديالك، شنو هو اي حاجة يعني تتهمك باش تطلب هاد ليدينتيتا ديال لابوراتوري دو ميسيشي، يعني الناس خدامين في المنازل كما تعرفو. ريكوالي ريزولتا ديسكريسيون، المهم كلشي هو هنايا، يعني ما تلقاو حتى شي مشكلة. و تكومبيلي يعني صافي لي ريكويزيت الشروط راه متوفرة فيك، غادي ما تخسر حتى شي حاجة، غادي تكومبيلي لا دوموندا، تدير كومبيلا لا دوموندا مثلا على سبيل المثال. هنايا تيخرج لك الاسم ديالك نتايا و المسائل كل ما يتعلق بك تيخرج لك هنايا. يعني كيما شفتو معايا هنا يا خوتي صافي، فقط يعني مسألة راه سهلة، و تدير كومبيلا لا دوموندا بطبيعة الحال تخرج لك الموقع ديالك نتايا فيه الاسم ديالك و ديتي فيسكالي ديالك جميع ما يتعلق بك و صافي فقط، و تطلب يعني الطلب ديالك للحصول على هاد البونص هدا ديال دوتشينتو ايرو. كيما شفتو معايا يعني مسألة راها سهلة بالنسبة للدوميستيك ولا بالنسبة للاوتونومي، ممكن يدخلو يعني بوحدهم ممكن يدفعوا طلب للحصول على هذا طانطوم هذا ديال دوتشينتو ايرو. هذا ما كان في الفيديو هذا، ما تحرموناش من الدعم ديالكم للقناة، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.